اهلا وسهلا بكم سيداتي اخواني. راح نشوفوا مع بعض طريقه تحضير تورتيه البطاطا والتونه او التوم. تجي شابه وبنينه بزاف وخفيفه، تقدروا ديروها وصفه للعشاء او الغداء. لتحضير هذه الوصفه نحتاج الى، هنا عندي بطاطا، جوج حبات بطاطا غليتهم وحيتهم كما راكم تشوفوا، تكون زيدون شويه مع بعض. هنا عندي جبن او فخوماج، هنا تقدروا تستعملوا الجبن اللي تبغوه، اي جبن يكون متوفر عندكم ديروه. اذا درتوا جبن القطع ديروا اربع حبات بيض، شويه معدنوس، زوج حبات بيض مغليين ومرابيين، حبه بصل متوسطه مرابيه، لا كريم فريش، هذه يعني اذا ما كانتش متوفره عندكم تقدروا تعوضوها بالحليب، حبة ثوم مقطعة. هنا عندي التونة تاع الزيت، غادي نديرو زوج. والتوابل نحتاج فلفل أسود أو الحرور، الملح، هنا عندي الكمون والنوان ميسكات أو جوزة الطيب، وآخر شيء هنا عندي فرماج غابي نديرو في الاخير. نبداو في طريقه التحضير. ناخذ بول تاعنا، اذا نزيدو شويه نرحيو البطاطا تاعنا اللي تكون مرحيه مليح، هكذا فوالا. اذا اول شيء نديرو لا كريم فريش تاعنا، نفرموها كامل في البول. اذا ما كانتش القشده الطريه متوفره عندكم ديروا نصف كاس حليب. راح نضيفو الفرماج تاعنا، ونخلطوا هادو اثنين مع بعض. الان راح نزيد البيض، هاد الوصفه تجي بنينه بزاف، ان شاء الله ديروها وتعجبكم. نخلطوا هادو مع بعض مع البيض. راح نضيف البيض تاعي، البيض اللي غليناه، والمعدنوس، ونخلطوهم مع بعض. راح نزيدو التونة تاعنا او الثوم، طونا تخووه من الزيت شوية ونفرقوه، ونزيد البطاطا هكا، نزيد البطاطا اللي كنا رحيناها نفرغوها مع هذا الخليط، ونخلطو كل شيء مع بعض هكذا. نخلطو مليح. اذا نديرو شويه زيت فوق المقله، ونقلو البصل تاعنا، نزيدو الثوم، ونديرو لهم شويه ملح، نخلطوهم مع بعض، لا يعني غير شويه قبل ما يدبل لنا البصل تاعنا، هكذا نخلوه يتقلى غير شويه قبل ما يدبل ونقلعوه. بعد ما يتقلى لنا البصل تاعنا هو والثوم،
حبوب مفروم الخليط. ونديرو التوابل. اذا عندنا الحرور او الفلفل الاسود، الملح، الكمون، واخر شيء نواد ميسكات تاعنا. خلطوها شويه لا غاطس هكذا، ونخلطوا كل شيء مع بعض. هكذا نخلطهم ليه. خلاص الخليط تاعنا الان راه جاهز. اذا ناخذ الصينيه تاعنا ندهنوها بالزيت هكذا، ونفرغوا الخليط تاعنا. نسقموها مليح من الفوق هكذا، نساووها شويه هكذا فوالا. واخر شيء نديرو الفرماج غابي تاعنا من الفوق، نرشوه كيما هاك هكذا فوالا. الان راح ندخلو الصينيه تاعنا من الفرن، نخلوها طيب تقريبا لمدة نصف ساعة. كشوفوها حمرت النابية من فوق ومن تحت، نخرجوها. اذا هذه هي طرطية البطاطا والتونة او الطوم تاعنا، راهي وجدت كما راكم تشوفوا. نخلوها تحمر بيان في الفرن، كشوفوها حمرت من فوق ومن تحت نخرجوها، ونخلوها ترتاح مليح كي تبرد غاية ناكلوها. تجي وجبة رائعة وبنينة بزاف للغداء او العشاء، وسهلة التحضير، وكما شفتوا يعني ما تحتاج مقادير كثيرة، وبالخف نوجدوها. ان شاء الله تكون وجبة اليوم راهي عجبتكم. كالعادة نقول لكم باش يوصلكم كل جديد وتكونوا من متابعين القناة، ضغطوا على الرابط اللي راه تحت الفيديو سبسكرايب او سابوني باش يوصلكم كل جديد الوصفات. الى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله. مع السلامة.